تبدو آثار المعارك التي شهدها معسكر الأمن المركزي في الساحل الغربي لمحافظة حجة شاهدة على ضراوة القتال الذي دار بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي وصالح. يأخذ موقع الأمن المركزي أهميته من كونه يطل على منفذ وجمرك حرض الهام والواقع على الحدود السعودية. حدثت المعركة الأولى عقب سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح عليه، الأمر الذي دفع قوات المنطقة العسكرية الخامسة لتخليصه أيضا بقتال عنيف. معركة شرسة انتهت بدحر الميليشيا المتمركزة في المعسكر وبسط قوات الجيش الوطني سيطرتها عليه بالكامل. هنا يتذكر الجنود اللحظات الأولى في المعركة. هذا معسكر الأمن المركزي والأمن السياسي واليمارك، تم اقتحامها في بداية المواجهات وتصفية الحوافيش منها ودحرهم إلى داخل المدينة، والآن يتم محاصرة المدينة. ويوم أمس حدث منهم هجوم وسقطت منهم ضحايا كثير. توضح المشاهد تقدم الجيش الوطني إلى ما بعد معسكر الأمن المركزي لكيلومترات عديدة، وبات هذا الموقع الاستراتيجي خلفهم الشاهد على تحقيق إنجاز كبير متطلعين لتحرير البلاد.